زي اليوم من دول اتولد في الدنيا دي بنت وولد، كانوا لينا طوق النجاة وغيروا شكل الحياة. اللي كان للدنيا دي حلم، واللي كان ليها فيلم، واللي كان لينا نجم وفنه بنستناه. اسأل تاريخنا تلاقي من العصر اللي اسمه الدائي، واسمهم اللي باقي نور يديكم الحياة. في ميلاد نجم 7 ديسمبر هو تاريخ ميلاد الفنانة الجميلة بسمة. بدأت بسمة حياتها الفنية من خلال دورها في فيلم المدينة، وبعدها اختارها المخرج شريف عرفة علشان تشارك في فيلم الناظر بطولة الفنان الراحل علاء ولي الدين، وبدأت بعد كده تتوالى أعمالها الفنية سواء في السينما أو التلفزيون. فقدمت في السينما أفلام منها حريم كريم وزي النهاردة وكمان واحد صحيح، وفي التلفزيون من مسلسلاتها أميرة في عابدين والعيادة وكمان قصة حب. 7 ديسمبر كمان هو تاريخ ميلاد الفنان إدوارد، واللي بدأ حياته الفنية بالغنى والعزف على الجيتار لحد ما دخل مجال التمثيل من خلال أول أفلامه بحب السيما، وبدأت بعد كده تتوالى أعماله الفنية في السينما والتلفزيون. فقدم أفلام منها جعلتني مجرماً وحريم كريم وحسن ومرقص وعسل أسود وكمان يتهدي يتعدي، وفي التلفزيون قدم مسلسلات منها رقم مجهول وابن موت وصاحب السعادة وكمان كابتن أنوش. وبكده خلصت حلقتنا من ميلاد نجم. بنقول لنجومنا كل سنة وهما طيبين، استنونا بكرة في حلقة جديدة.